بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقه جديده من الابطال. زي ما تعودنا كل يوم حد واربع بنكون مع بعض من الساعه 8 ل 9 ونص عشان نتناول اهم الاخبار اللي حصلت على الساحه الرياضيه في الالعاب الاخرى داخل جدران النادي الاهلي محليا وايضا عالميا. النص الاول من حلقتنا زي ما حضراتكم متعودين معنا بيكون مجموعه من الاخبار وتعليقنا عليها عشان نجيب لحضراتكم اهم الاحداث ويعني نعيش اجواء الالعاب الاخرى اللي احداثها لا تنتهي الحقيقه. وفي النص الثاني بيكون معانا فقره حواريه، فقرتنا النهارده عن التنس الارضي. حضراتكم عارفين ان التنس الارضي من الالعاب المتاصله جوه النادي الاهلي وبيمارسها عدد كبير جدا سواء من اعضاء الجمعيه العموميه او حتى من اللاعبين اللي بيحترفوا جوه النادي الاهلي. وكان في طبعا نجوم كبير جدا يعني هنبقى نقولهم لحضراتكم، طبعا اخرها ميار شريف، طبعا نجمتنا، طالعين من النادي الاهلي او اولاد النادي الاهلي. النهارده احنا عندنا نموذجين مشرفين من ولاد التنس الارضي في النادي الاهلي، سافروا مع منتخب مصر لعبوا بطوله افريقيا في مطلع الشهر الجاري اللي هو شهر 12، انتهت البطوله في تونس يوم 4/12 الشهر ده. فزنا بالمركز الاول والثاني افريقيا تحت 16 سنه، والنتيجتين دول كان ليهم اثر كبير جدا في فوز مصر بالدرع العام للتنس الارضي في تونس في البطوله الافريقيه. مين هم اللعيبه؟ احمد ياسر اللي فاز بالمركز الاول ومصطفى هشام بالمركز الثاني، هم كانوا طرفا اللقاء النهائي. الجميل كمان ان هم في المزدوج او الثنائي يعني لعبوا او خدوا مركز ثالث كمان، مش بس لا، لما لعبوا مع بعض خدوا مركز ثالث، وده ساهم بشكل كبير جدا ان هم ان مصر تاخد يعني مركز او تاخد تحصد درع البطوله. الجميل كمان ان احمد ياسر وهنعرفه لحضراتكم وهنقرب منه، كان ضيفنا في حلقه من الحلقات، احمد ياسر لعب تحت 16 سنه ولعب ايضا تحت 18 سنه، لعب مع الاكبر منه بسنتين، وده حاجه كويسه جدا على فكره، بتدي خبرات وبتثقل اللاعب. وده كان كلام احمد ياسر معانا في الحلقه اللي كان معانا فيها ان هو ليه احلام وطموحات كبيره بدات تتحقق على ارض الواقع سواء هو او مصطفى هشام. لعب تحت 18 خد المركز السابع، وده طبعا انجاز كويس جدا كونه بيلعب مع لعيبه اكبر منه بسنتين. الاثنين اللعيبه دول بينتظرهم مستقبل كبير جدا، النهارده هيكونوا ضيوفنا، هنتكلم معاهم عن طموحاتهم واحلامهم، هنتكلم معاهم عن مشوارهم، هنبقى قدوه لكل اللي بيتفرجوا علينا وكل اللي بيفكروا يلعبوا التنس الارضي. انتظرونا في هذا الحوار ان شاء الله يكون شيق لحضراتكم. طيب هنروح لاخبارنا، هنبتدي بالخبر الاول وهو اليد سيدات، كره اليد سيدات. انتوا عارفين طبعا كاس مصر او بطوله كاس مصر انطلقت، لعبنا دور الثمانيه مع نادي المعادي، وكانت المباراه في صاله الامير عبد الله الفيصل بالجزيره، وفزنا بنتيجه 26-17. كده احنا تاهلنا لدور قبل النهائي. دور قبل النهائي هنلعب مين؟ هنلعب سبورتنج. طب مين طرف اللقاء الثاني في قبل النهائي؟ معانا الزمالك ونادي الطيران. اذا هنلعب سبورتنج وبعد كده ان شاء الله نفوز، وبعد كده نتاهل نلعب على الفائز بين الزمالك والطيران. وبفكر حضراتكم طبعا ان احنا حامل لقب هذه البطوله من السنه اللي فاتت. كاميرا الابطال كانت موجوده في الملعب، عملنا التقرير، اتفرج عليه مع حضراتكم ونرجع ثاني. طبعا الحمد لله بهدي الفوز طبعا للفرقه والجهاز الفني. الاول الحمد لله ما كناش مركزين الاول في مود المباراه بظروف بس الجو والتدريبات بس، وكان عندنا ماتش يوم السبت كان قوي قوي مع سموحه، فالحمد لله عقبال ما دخلنا في مود الماتش والمباراه فجبنا السكور وكسبنا الحمد لله فرق 10. احنا كان عندنا مباراه يوم السبت لعبنا كسبنا بفرق كبير، فجينا في اخر مباراه لعبنا بطريقه ان احنا نقدر نأدي بيها الماتش النهارده، ولعبنا برضو امبارح كان تمرين عندنا بنشتغل على خطط الهجوميه والدفاعيه لنادي المعادي. قبل كل مباراه الكابتن بيتكلم في نقاط قوه وضعف بتاعت الفرقه بتاعتنا، بنتكلم في اخطائنا ازاي نعالجها، وبنتكلم طبعا في الفرق الثانيه ايه هي نقاط الضعف والقوه بتاعتهم، وبنقدر نفك الثغرات ديت عشان نقدر نكسب المباراه. دور الاربعه هيبقى ان شاء الله سبورتنج، ومش عارفه بقى اللي هنكسب منه هنقابل لسه الفرق الثانيه. عندنا ان شاء الله ماتش السبت والسبت اللي بعده،
نهائي الدوري الدور الثاني والمرحلة الأولى. إن شاء الله هنبدأ بقى نستعد لها بتمرين ونلعب على كل فرقة بقى عشان نستعد لها كويس. هو في الماتش الأول احنا اتأخرنا ان احنا ندخل في الجيم، ما كان يعني كنا شبه دي اوف شوية، بس واحدة واحدة بين الشوطين اتكلمنا مع بعض وازاي نفوق بعض ومفصلناش أكتر، فنزلنا الشوط الثاني فوقنا وجبنا الماتش واحدة واحدة لغاية ما عدينا بالسكور يعني، وكنا كسبانين الحمد لله في الآخر كسبنا الحمد لله. هو طبعا ماتشات الكاس ليها حسبة تانية خالص غير ماتشات الدوري. الدوري بعد الشهر لو وقعت ماتش ممكن تعوضه في ماتش تاني، لكن الكاس الماتش ببطولة، فلازم بنركز في الحتة دي ان احنا حتى لو فاصلين حتى لو حد دي اوف كلنا نشيل بعض، وانه نشوف ايه اللي احنا كان اخطأنا في الماتشات اللي فاتت، محاضرات فيديو او نتكلم مع بعض ونصلحها عشان الماتش ده ما فيهوش ان احنا نسيبه او حاجة، لازم نكسبه. عندنا ان شاء الله يوم السبت ماتش الطيران، بعد كده يوم السبت اللي بعديه ماتش الشمس، اخر ماتشين في الدور التاني في المرحلة الاولى. هناخد طبعا كل ماتش بماتشه، ماتش الطيران الاول نشوف فرقه الطيران، نشوف ماتش الدور الاول احنا كان ايه اخطائنا ونصلحها وايه اللي كنا كويسين فيه ونزوده، ونخلص بعد ما نخلص الماتش ده هنبدا نركز على ماتش الشمس، عشان طبعا احنا يعني كل ماتش من دول حتى لو احنا صاعدين المرحله الثانيه هيفرق معنويا معانا ان احنا نكون كسبانين الفرق دي في الادوار الثانيه. زي ما بتعرف مباراه الكاس دايما بتكون صعبه، يعني مش زي مباراه البطوله، يعني بعيد الشر لو خسرنا مباراه يعني لازم نصلح بمباراه ثانيه، دي مباراه الكاس لازم تكون يعني فيها يعني صعبة شوية من الأول، بس الحمد لله يعني القوي هو اللي يقعد مركز للآخر، والحمد لله يعني لمينا أنفسنا بين الشوطين وحكم معنا الكابتن وطبقنا التعليمات الحمد لله، وكسبنا بفارق يعني 8 أهداف الحمد لله. وأكيد يعني أنا كنت بعيدة شوية عن رفقاتي وده ما حصلش فارق كتير، لأنه قاعدة التواصل بيناتنا جامد قوي الحمد لله، أنه ما لقيتش إشكالية في الحتة دي. أكيد يعني لما شاركت مع المنتخب كان فيها هاندبول يعني مرحلة تانية، وشفت هاندبول يعني من الفرق الأوروبية زي الدنمارك وكوريا، ولعبنا مع الباراغواي وسلوفاكيا الحمد لله، كانت بطولة مشرفة، أنا هدفت المنتخب وأكتر أسيست يعني مع المنتخب الحمد لله. وأكيد هذا باش يكون له إضافة مع النادي الأهلي إن شاء الله، يعني نوظف الإضافة هذه مع رفقاتي هنا وربنا يكرمنا إن شاء الله ونحصد جميع البطولات. أكيد إحنا يعني عندنا هدف أنه بنحضر كل مباراة ومباراتها، وإن شاء الله يعني آخر مباراتين مع الطيران والشمس قبل ما ندخل المجموعة الثانية، وأكيد لازم نكسبهم مشان نكون معنوياتنا مرتفعة وربنا يكرمنا إن شاء الله. جميل في فريق السيدات لكرة اليد ان كابتن يحيى يوسف عارف هو عايز ايه، وعارف عايز يوصل ازاي، وعارف السكواد بتاعه يبقى شكله ايه، وده ملاحظ جيدا في كل النتائج. يعني مهما حصل بتحس انها فرقه ماشيه ستيبل، يعني ربنا يكرمهم ونكمل على كده، والنهارده والسنه دي نحصد الاربع بطولات زي السنه اللي فاتت. خلينا نروح لكرة السله رجال. بكره ان شاء الله عندنا مباراه مهمه مع الاتحاد السكندري، هتقام على صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيرة في تمام الساعة 6. مباراة مهمة ليه؟ مباراة مهمة لأن ده على المركز الأول والتاني جوه المجموعة، مباراة مهمة على أرضنا بس بتيجي في ظروف صعبة. عندنا أولاً مجموعة من الإصابات، كان عندنا قبل كده أحمد حمدي طبعاً موجود في الولايات المتحدة الأمريكية لظروف أسرية شديدة تمنعه إن هو يكون موجود في القاهرة، وكمان مروان سرحان كسر في صباع أو إصبع اليد اليمنى. عندنا كان إيهاب أمين مصاب، بس الجميل إن إيهاب أمين إن شاء الله جاهز للمشاركة بكرة، وده ان شاء الله انفراد لينا باذن الله. ايهاب امين جاهز ان شاء الله بكره هيلعب مباراه الاتحاد السكندري، ولكن للاسف عندنا اصابه جديده. عندنا سيف سمير عنده مشكله في ركبته وبيعمل اشعه النهارده عشان نعرف الاصابه وفتره الغياب. دي حاجه كتير يعني احزنتنا كتير، خاصه ان احمد حمدي ومروان سرحان الاصابتين دول جايين لنا في مركز اربعه، فكان سيف بيسد في المركز ده لحين عوده المصابين او عوده احمد حمدي من بره. يشاء القدر ان يجي لك نفس الاصابه في نفس المركز اللي هو دلوقتي سيف اللي بيحاول يلعب في مركز مش بتاعه، برضه جات له الاصابه فيه، يعني طبعا قدر الله ما شاء فعل، الاهم طبعا سلامه اللاعب. طيب ايه الحلو في الموضوع كمان؟ ان عمرو الجندي بفضل الله رجع لمستواه، عمرو الجندي رجع بشكل كبير لمستواه، هو كان معذور الحقيقه عمرو الجندي في حاجات كتير لانه رجع من المنتخب على بطولة أفريقيا على إصابات كتير رخمة، يعني مش إصابة قعده بس في إصابات بنقولها كده رخمة، يعني إيه تلاقي شد بسيط ما يمنعكش على اللعبة بس مضايقك،
انكل رجلك في زنه كده، تحس ان يعني احنا بنسميها زنه كده، عامله لك مشاكل، تلاقي اصابات كده ظهرك، يعني بتلاقي حاجات كده مش خليك طبيعي. كان عمرو الجندي عنده كل المشاكل دي طبعا، بالاضافه لاجهاده انه ما ريحش، ولكن هو عمل ريكفر، وزنه كمان ظبطه بشكل كبير، فعمرو الجندي تالق في المركز 4 وده مساعدنا، ولكن برضه محتاجين عدد، وده اللي كان عامل حسابه مستر اجوستي من البدايه انه لاعب الصغيرين عشان كده، عشان الموسم طويل ومحتاجين نخش على البلاي اوف او الادوار الاقصائيه واحنا كاملين. بس عندنا طبعا اصابات، يعني ان شاء الله ما تعطلناش. المباراه بكره الساعه 6 هنقلها لحضراتكم على الهواء مباشره من كل استوديو التحليلي باذن الله الساعه 5. هنروح لخبر تاني ليه علاقة بكرة السلة. فريق 16 سنة بالنادي الأهلي بقيادة الكابتن محمد أشرف توفيق فاز ببطولة القاهرة بعد ما لعب النهائي مع الجزيرة وفاز عليها 70-57. ألف مليون مبروك كابتن محمد أشرف توفيق، ابن طبعا هذا الشبل من ذاك الأسد، وهو الحقيقة من المدربين المجتهدين جدا جدا وعامل شغل كويس، والموسم والفرقة دي مواليد 2006-2007 ونجح بشكل كبير، يظهر بمظهر جيد. ويمكن محمد طارق خيري كمان فاز بهداف الثلاثة بونت، وعلى المستوى الألقاب الشخصية أيضا ولاد النادي قدروا يفردوا كلمتهم أو يتواجدوا في الألقاب الشخصية. طيب الجميل في المنطقة، في بطولة المنطقة دي، أن مجلس إدارة منطقة القاهرة عمل حاجة كويسة جدا، سمى البطولة باسم كابتن أشرف جلال الله يرحمه. من هو كابتن أشرف جلال؟ كابتن أشرف جلال هو مدير فني فريق الجزيرة اللي بيلعب فريق 16 سنة اللي بيلعب البطولة دي، توفاه الله سبحانه وتعالى وهو جاي يحضر ماتش 14 سنة أهلي وجزيرة في نفس الملعب. الكلام ده كان من 10 أيام بالظبط، كنت في الملعب حتى، وفوجئنا أنه بيقولوا كابتن أشرف هو جاي المباراة. كنت بحضر ماتش 14 سنة بقى اللي هو السن الأصغر، هو كان جاي آزر فرقة نادي الجزيرة كأنه هو مدير فني 16 وجاي آزر المدير فني 14، عمل حادثة في الطريق توفاه الله سبحانه وتعالى وربنا يرحمه، كان من أحسن الناس خلقا وكان مجتهد جدا جدا جدا. فمنطقة القاهرة والجيزة سمت البطولة باسمه. الأحلى من كده كمان إن في جمعية تم إشهارها السنة اللي فاتت أو من سنة ونص تقريبا، الجمعية دي اسمها جمعية رعاية أسرة كرة السلة. الجمعية دي هدفها هو خيري فقط، هي بتنظم بعض المناسبات، بتنظم بعض الأحداث، طبعا هي مشهرة قانونا في ظل القانون المصري أو وزارة التضامن، وهدفها هو الوقوف جنب كل فرد في أسر كرة السلة بيتعرض لموقف يهزله حياته بهذا الشكل. يعني طبعا كابتن أشرف أو المديرين الفنيين أو اللاعبين بيبقى عنده، أنتوا عارفين طبعا، يعني أكل عيشهم ومصدر رزقهم هو الباسكت، مفيش تأمين، مفيش. وعلى فكرة الكلام ده بس مش في كرة السلة، في كل الأندية. الحقيقة الجمعية دي رئيسها أو رئيس مجلس إدارتها هو الكابتن طارق خيري ابن النادي الأهلي، واحنا الحقيقه من اكتر الناس اللي كنا سعداء، وكان ليهم لفته طيبه ان هم يعني كرموا اسره الراحل كابتن اشرف جلال وقدموا له طبعا يعني بعض الهدايا والاسرته والحاجات دي كلها، والدعم طبعا المعنوي اهم كتير جدا من الدعم المادي، فطبعا بنشكرهم على الدور ده، وكان لازم يكون معانا احنا بنتكلم على هذا الحدث الكبير والحدث الجميل اللي يرضي كل اسره كره السله ويرضي ربنا قبل كده. معانا عبر الهاتف الكابتن طارق خيري رئيس مجلس اداره جمعيه رعايه اسر كره السله. اهلا بك يا كابتن طارق. يا كابتن هيثم، اهلا بحضرتك. في البدايه طبعا بنعزيك في الكابتن اشرف جلال كواحد من اسره كره السله، وفي نفس الوقت بنشكركم على الجهد اللي انتم بذلتوه. لحظه صعبه جدا، انا اول مره يعني اقدم حاجه لحد شخصيا، الموضوع مؤثر جدا بصراحه يعني. طب قول لي يا كابتن طارق، يعني تأسيس الجمعية جه ازاي وفكرتها جت ازاي ونشاطكم واهدافكم، يعني كلمنا عن الجمعية بشكل عام يا كابتن. الجمعية دي كل ما بيحصل اي ظرف لاي شخص يتوفى بنقعد نتكلم، اذا كان تليفونات او اذا كان اجتماعات. جت في سنتين كده او اقل شوية الموضوع ده كتر شوية، فعملنا اجتماع في المنطقة، الناس اللي حتى المدربين كتير مش موجودين في الجمعية على فكرة. نعم. بنناقش القصه دي، هي كانت فكره من زمان الواحد نفسه يعملها، ان لو لا قدر الله حد حصل له حاجه يبقى عنده دخل اخر، حد يقف جنبه، ما يبقاش الرياضه بعد الرياضه الموضوع بيبقى صعب جدا لو مجالك رياضي فقط او شغلك مش متناسب مع دخلك. صحيح. فحصل اكتر من اجتماع، اتطور الاجتماعات، بقت الفكره بجد، بدات الناس اتجاه تشوف الشغل نعمل ايه، نسأل اجتماعات كتير قوي لحد ما بقت فكرة وناس مشيت في إجراءاتها. يعني مش عايز أقول أسماء وانسى أسماء من الناس اللي قاعدة،
انا اتكلم على المسؤولين دلوقتي اللي موجودين. كان الله يرحمه الكابتن علي عبد المجيد رئيس الجمعيه، وانا النائب بتاعه. بعد الوفاه ما كانش ينفع نحط حد يترشح، فبالتبعيه قمت انا بالدور دوت، ومعانا كابتن وائل عبد الحي امين صندوق، استاذ احمد يوجا او كابتن احمد يوجا ده محامي الجمعيه، هو محامي ومدرب، واستاذ خالد صقر واستاذ محمد شحاته واستاذ محمد نبيل، دول اعضاء. والله بيعملوا مجهود كبير جدا، وخصوصا وائل واستاذ خالد صقر على طول. نعم. الانشاء الجمعيه، ومحمد يوجا يروح يجيب اجراءات. قعدنا فتره طويله قوي ونستعين بالناس من الجمعيه، من الجمعيه لحد ما اشهروا الجمعيه. نعم. هي في قايمه على الظروف، الشخص اللي بيحصل له لا قدر الله وفاه، لا قدر الله عجز كلي. من ضمن الحاجات اللي مكتوبه انه لو مش لاقي شغل ممكن نعمل بحث اجتماعي. عندنا لجنه بحث اجتماعي لاي حد، لان بيجي لنا تليفونات كتير قوي ان في تيم من الناس عنده ظروف، ما بيشتغلش، عنده اصابه، عمل حادثه، اي سبب ما. عندنا لجنه بحث تتحرى عن الشخص ده، او نشوف الكلام ده فعلا صح ولا لا، وبنعمل اجتماع نقدر نشوف هنقدر نساعده ازاي على ظروف الاكاديمي. طب قول لي يا كابتن، يعني اشتراككم شهري قد ايه يا كابتن؟ برضو عشان يعني انا ليه بقول كده؟ بقول لانه ده انتوا عاملين نموذج حلو، ونتمنى انه يتعمم في كل الرياضات، وربنا يعني يجزيكم كل الخير على هذا المجهود الحقيقه اللي طالما نادينا بيه، وفي ظل طبعا القانون المصري واحترام سياده القانون والاجراءات واللوائح وكل شيء. الاشتراك قد ايه يا كابتن، وكيفيه الاشتراك في هذه الجمعيه؟ والله حاجات صغيره خالص، احنا حتى بدات كده 100. البدايه العضو الجديد بيدفع 240 120 بدايه الاشتراك او يسحب الثمارة، و 120 جنيه كارنيه عضويه. نعم. حاجه لا تذكر يعني. في ناس يعني زي الكابتن ايه خالد الحكمه، كلمت انديه كتير، او في انديه كتير قوي اتبرعت الجمعيه. وفي انديه لسه لحد دلوقتي ما دخلتش في جو ان هي تعمل دعم للجمعيه. احنا بنتمنى بقى، ده رجاء طالما مع حضرتك وبرنامج مسموع وبتشاف، ان كل اسر كره السله، لاعبين، مدربين، حكام، الناس دي تساهم بنيه ان هي تخدم حد يبقى ليه ظروف زي الحاله اللي حصلت مع كابتن اشرف. بنتمنى ده يتعمم على الناس كلها. في ناس ساهمت، وفي ناس ما حبتش تذكر اسماء، زي مثلا الحاج محمد مصيرحي، اول الناس المتبرعين للجمعيه، رئيس نادي الاتحاد السكندري. طبعا احمد حسن اول ما كلمناه رغم ان هو ما كانش عايز يطرح اسمه، راجل رئيس نادي سبورتنج، مبلغ كبير للجمعيه. بنناشد كل اللعيبه اللي عندها عقود، او رجال الاعمال، او زمايلنا اللي بره حتى المجال الرياضي، لو عايز يعمل عمل خيري يساهم معانا في الجمعيه دي، لان الموضوع كبير جدا، وعلى جمهوريه مصر العربيه في كل المحافظات يعني، واحنا الدعم المادي عندنا قليل جدا. نعم. بس يا كابتن طارق انتوا بتبذلوا، ودي نواه، وربنا يجزيكم كل الخير يا كابتن طارق. بامانه احنا كنا حريصين على ده، وحريصين طبعا تكونوا معانا، ونشكركم على مجهودكم، واكيد بنشكر منطقه القاهره والجيزه كمان ان هي كانت معاكم. فان شاء الله ربنا يقدركم في اللي جاي، واكيد باذن الله هيكون في دعم، لان الناس القضيه قضيه يعني انسانيه فوق كل شيء. واللي انتوا بتعملوه ده يعني خير كبير، واكيد ربنا هيسدد خطاكم. كابتن طارق خيري، نجم مصر ومنتخب مصر والنادي الاهلي لكره السله، ورئيس جمعيه رعايه اسر كره السله، بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن طارق. طبعا يعني احنا بنتمنى طبعا دعم هذه الجمعيه، لانه ده موضوع انساني. وعلى فكره احنا شفنا نماذج في كره القدم حصل، وشفنا قامات كبيره الحقيقه بتقف في هذا الموضوع. الموضوع ده انساني بحت، لان احنا طبعا المتغيرات والمتقلبات ومحدش عارف بكره في ايه، واللعيبه دلوقتي ما شاء الله يعني عقودها كويسه جدا، لو لعيبه تشارك بنيه ان هذا الموضوع يعني يكون يعني حاجه ترضي الله سبحانه وتعالى. فان شاء الله يكون ده نواه كويسه. كنا حريصين نجيب لحضراتكم، واكيد الاتحاد المصري برئاسه طبعا دكتور مجدي ابو فريخه، وانا اعرف انه راجل انسان جدا، ورجل يعني الحقيقه بيساهم في الحالات الانسانيه دي بشكل كبير. نتمنى برضو من الاتحاد المصري كره السله انه على الاقل يبقى من فتره للتانيه يدعم هذه الجمعيه، لان اكيد ده عمل خيري. طيب خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين، ونرجع عشان نكمل اخبارنا، اخبار النادي الاهلي، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، ومكملين اخبارنا داخل جدران النادي الاهلي. هنروح لكره السله سيدات. عندنا كنا بنلعب الاسبوع ده الجوله الرابعه في الدور الترتيبي في السوبر، كنا بنلعب هليوبلس على صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي، صاله الشهداء، انا اسف، صاله الشهداء، الصاله الصغيره، السيدات بتلعب في الصاله الصغيره. فزنا على هليوبلس، بس الجميل مش ان احنا فزنا بس، الجميل ان احنا فزنا
بنتيجه كبيره الحقيقه. انا مستغربها يعني، استغربت جدا النتيجه، لان هليوبلس فريق كويس جدا وبينافس دايما. يمكن هليوبلس، سبورتنج، الاهلي، هم الثلاثه دايما في المربع 97 68 يعني، نتيجه تقرب من ال 30 نقطه، 29 نقطه بالظبط. لا الحقيقه يعني انا محتاج اتفرج على الماتش ده، لانه يعني سكور كبير ومش واخدين ان احنا نكسب يعني هليوبلس بالفرق ده، او هليوبلس ما بتخسرش كده. وده الفوز الرابع طبعا لفريقنا عشان يكون محقق العلامه الكامله حتى الان في الدور الترتيبي زي ما قلت لحضراتكم، زي الرجال الاول بيلعب الثامن بعد كده، والثاني بيلعب السابع في الادوار الاقصائيه. الماتش اللي جاي هيتلعب طبعا مع مصر التامين، وهيكون باذن الله يوم الاحد اللي جاي. كاميرا الابطال ما فوتتش الماتش ده، كانت موجوده، عملنا التقرير ده مع الجهاز الفني واللاعبات. نتفرج على التقرير ده مع بعض ونرجع لحضراتكم تاني. كنا مجهزين كويس للماتش النهارده، لان هليوبلس ماشي اصلا في الجدول، هو المنافس اللي لسه يعني ما خسرش خالص ولا ماتش كان، فكنا جايين محضرين جدا، لان طبعا اصلا فرقه هليوبلس فريق محترم جدا وكويس جدا، ومعاهم مدرب منتخب مصر كابتن اياد، طبعا مدرب كويس جدا حافظ لعبتنا شويه كل الحاجات دي، فكان ده الموضوع مستاهل مننا شويه ان احنا هنحضر ازيد شويه عن كل ماتش. حاولنا نتكلم مع اللعيبه ان هم يبقى عندنا كل السيناريوز، ما ننزلش نتخض، او ما ننزلش حتى لو احنا فرقنا نكمل الماتش في اخره، لان دايما الماتشات بتخلص في اخرها يعني. انا بشكرهم كلهم، كانوا رجاله جدا. احنا زي ما بنقول دايما الديفنس او الدفاع هو دايما اللي بيودينا نجيب باسكت، فده النهارده باين جدا من السكور، ان احنا سكورنا اخر التسعينات، كنا داخلين على المية، وده بيبين انه الديفنس كويس هو اللي ودينا للسكور ده. الحمد لله. الحمد لله مكسب طبعا مهم جدا مع فرقه محترمه جدا، معاها مدرب كويس جدا، فرقه هي المفروض ماشيه معانا، يعني هي كسبانه سبورتنج فهي ماشيه معانا اول، فماتش النهارده كان ليه طبع خاص كده ويخلينا ماشيين اول دايما، وربنا يكملها كده على خير ان شاء الله. فرقه الاهلي النهارده كلهم بسم الله ما شاء الله عملوا جيم كويس جدا، دفاعيا عملوا جيم ولا اروع، فربنا يكمل لنا على خير في اللي جاي ان شاء الله. الماتش الحمد لله كان ماشي كويس من البدايه، احنا كنا نازلين مركزين، كنا كتيم كلنا بنلعب مع بعض كويس قوي، وكنا بندافع كويس قوي، يعني احنا كنا اشتغلنا على نفسنا ان احنا لو في الماتش اللي قبله مثلا كنا في اخطاء او كده فخلت الماتش مأزم، فالماتش ده احنا الحمد لله نزلنا بادئين كلنا كويس، بندافع كلنا كويس، فالحمد لله قدرنا نعمل فرق كويس ان احنا نرتاح في الاخر. طبعا احنا الماتشات اللي جايه ماتشات مهمه جدا وصعبه، يعني ماتشات الجزيره ومصر التامين وسبورتنج، دول ماتشات مهمه وهيفرق معانا قوي ان احنا نبقى ماشيين بنفس الاداء، يعني ان احنا نكسب الماتشات دي كلها في الدور الاول، فاحنا هنبقى بنتمرن كويس قوي، هنشتغل على كل حاجه ان احنا ما فيش اي اخطاء ونقلل اخطائنا، وطبعا في التوقف ان شاء الله هيبقى في فتره اعداد قويه يعني عشان نرجع احسن من الاول. احنا بالنسبه لنا كده كده كل الماتشات مهمه، وكمان هليوبلس ده كان مهم قوي عشان هم ما خسروش ولا ماتش، فاحنا كان لازم نبقى مركزين وحاطين ايفورت اكتر شويه عشان حتى كسبوا سبورتنج اللي هم المنافس لينا الاكبر، فكان لازم نبقى مركزين من الاول الماتش. كده كده احنا مركزين كل الماتشات، بس الماتشات الجايه هنركز اكتر واكتر عشان ماتش سبورتنج الاهم بيقرب. التمرين بقى تبقى بجد اكتر بقى، وننزل اللي هو ما فيش هزار جد عشان نبقى مستعدين للماتش كله بجد، فهننزل الماتش بجد. زي ما قلت لحضراتكم حتى كابتن عليا يعني السكور هي يعني قالت لك حتى البنات كانوا رجاله امبارح او في المباراه. ليه؟ لان السكور كبير، يعني هليوبلس ما تخسرش كده، فريق محترم جدا ومعاه جهاز فني محترم جدا، فواضح ان فعلا كان الدفاع هو كلمه السر زي ما قال الكابتن عليا، لان الحقيقه كان السكور قليل دخل فينا، واكيد خدنا ريباون كتير وطلعنا فاست بريك، اكيد ده التبرير الوحيد لهذا السكور يعني. طيب هنروح للكره الطائره رجال، والحمد لله يعني ماشيين زي الفل، كسبنا الست جولات اللي فاتوا او السبع جولات اللي فاتوا بشكل جيد جدا في مجموعتنا، ودي طبعا لقطات من المباريات او مباراه اللي فاتت دي، الظهور على طول اللي كنا زيناها لحضراتكم الاسبوع ده. النادي الاهلي عنده مباراته القادمه مع اسكندريه البترول، واحنا جاهزين الحمد لله، وهتتلعب يوم الجمعه الجايه على صاله الاتحاد السكندري بالشاطبي، وزي ما حضراتكم عارفين محمد عادل كان اتصاب في المباراه دي، وهو على فكره هيجيب اسبوعين ان شاء الله، بس يعني ان شاء الله اسبوعين يكون في الملعب، وده طبعا بالاضافه لاصابه عبد الرحمن سعودي، واللي عنده اصابه في ايده شرخ، بيستقبل كره عاديه جدا جاله شرخ في ايده، وللاسف هيغيب حوالي 6 اسابيع او 5 اسابيع. والمشكله ان الاصابتين جايين في مركز سنتر بلوك، يعني الاثنين زي ما جايين في الباسكت في مركز 4، جايين في الطايره في السنتر بلوك، بس الطايره الحمد لله عندنا سكواد كويس قوي،
عندنا اتنين لعيبه في المركز ده عبو، وعندنا كمان مين كمان يا جماعه؟ عندنا عصران، لا لا مش عندنا عصران، عندنا سعودي، انا اسف سعودي ده مصاب خلاص. عندنا 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 ابو محسن اللي عندنا، ومعانا كمان عبو، الاثنين دول اللي لسه الحمد لله ما اتصابوش في السنتر بلوك. الاثنين اللي اتصابوا يعني احنا عندنا اربعه، في اثنين اصيبوا واثنين بيلعبوا، ان شاء الله قادرين ان هم يعدوا المباراتين ثلاثه اللي جايين لغايه ما يرجع عادل، وبعد كده ثلاث اربع مباريات ثانيين ويرجع ان شاء الله بفضل الله ان شاء الله بالسلامه سعودي. طيب هنروح لبرضه نفس الكلام للكره الطائره سيدات، بنواصل طبعا سلسله الانتصارات وتحطيم الارقام، ودخلنا طبعا في المباراه رقم 78 فوز متواصل كانت ضد نادي الشمس العنيد على ملعبنا صاله الشهداء بنتيجه 3-0، جاءت الاشواط بنتيجه 25-17 25-16 25-19 طبعا يعني ده المتوقع، وزي ما قلنا ده المباراه رقم 78 هنعد معاكم بقى، يعني احنا خلاص رقم 77 حطمنا الرقم العالمي، 78 احنا بقى بننافس نفسنا، 78 79 اتصور ان البنات هتكسر رقم الولاد. خليكم فاكرين كلمتي دي، يعني الولاد 100 مباراه او 102 مباراه على ما اعتقد بدون هزيمه، لا البنات ان شاء الله او السيدات هيحطموا الرقم ده، لانه ان شاء الله هم قادرين وعندهم سكواد كويس، وكابتن حمدي الصافي والدعم بدعم من مجلس اداره النادي الاهلي عاملين فرقه كويسه قوي قوي. فاتوقع ان شاء الله ان احنا هنحطم رقم الرجال في كاكتر نادي عالمي. الماتش اللي جاي هيكون مع سموحه يوم الجمعه الجايه باذن الله، كل التوفيق طبعا لفريق كره الطائره سيدات. هنروح للسكواش، السكواش لعبه في النادي الاهلي عملت عروض كويسه جدا، كان في بطولتين السنه الاسبوع ده، في بطوله المعادي وبطوله الزهور في نفس التوقيت، وده اللي عمله الاتحاد السكواش انه قسم البطولتين في نفس الوقت عشان اللي ما يشارك هنا يشارك، او اللي ما يقدرش يشارك هنا يشارك هنا. طيب عندنا ايه النتائج اللي اتحققت او الكؤوس؟ طبعا كل دول نادي الاهلي بالكؤوس. مين اللي فاز؟ فاز زياد ابراهيم بالمركز الاول في منافسات العمومي، وجي محمد حسام في المركز الرابع. اما منافسات السيدات فحققت دينا فريد المركز الثاني، وجت رناد هيثم السعيد في المركز الثالث، وحبيبه حسام في المركز الرابع. وفي مرحله 19 سنه حققت هيا محمد المركز الاول، وجت نور مجاهد في المركز الثالث. ولو رحنا لمرحله 15 سنه هنلاقي ملك ابراهيم في المركز الثالث، وحقق حمدي ايهاب المركز الثاني، وسيف رفاعي في المركز الثالث، ومروان عسل في المركز الرابع. واما لو رحنا لباقي او لبطوله المعادي هنلاقي ياسين شهدي حقق المركز الاول في منافسات تحت 19 سنه، وجي كريم بدوي في المركز الثالث تحت 17 سنه، وفاز احمد فاروق بالمركز الاول في منافسات تحت 13 سنه، وفي منافسات تحت 11 سنه فاز علي عبد الفتاح بالمركز الاول، وجت ريم مغربي في المركز الثاني، وريم مغربي من اللاعبات ان شاء الله اللي بينتظرها مستقبل باهر. الف مليون مبروك لطبعا لفريق الاسكواش او فرق الاسكواش في النادي الاهلي، نتائج مبهره الحقيقه، ونتائج جيده جدا اتحققت في بطوله المعادي وبطوله الزهور اللي اتعملوا في نفس الوقت، ونتمنى ان شاء الله مزيد للتوفيق لاسره الاسكواش في النادي الاهلي. هنروح لتنس الطاوله، تنس الطاوله الحقيقه الناشئين والناشئات حققوا نتائج مبهره الحقيقه في بطوله الجمهوريه، هناخدها كده مرحله مرحله. تحت 15 سنه فاز فريق الناشئات بالمركز الاول، وجه فريق الناشئين في المركز الثاني. ولو رحنا لفريق الناشئين تحت 13 سنه جه فريق الناشئين في المركز الاول، وفريق الناشئات حقق المركز الاول برضه. لو رحنا تحت 11 سنه فحقق فريق الناشئات المركز الثاني، وجه فريق الناشئين في المركز الثالث، ودي نتائج الحقيقه جيده جدا. وخليكم فاكرين اي مرحله سنيه ما توفقتش في المركز الاول اتفرجوا عليها السنه الجايه. يعني انا عايز اقول لكم ان تنس الطاوله في النادي الاهلي ما بيتنازلش ابدا عن المركز الاول، فدي نتائج جيده جدا، ولكن لما يوفق في المركز الاول استنونا السنه الجايه وعودونا بقوه ان شاء الله. كده نكون خلصنا اخبارنا جوه النادي الاهلي، هنروح للاخبار المحليه وهنبتدي بكره اليد. كره اليد او منتخب كره اليد كان بيلعب بطوله قطر الدوليه اللي كانت في قطر في الدوحه، كنا بنلعب منتخب قطر امبارح، فزنا بنتيجه 26-23 طبعا نتيجه كويسه، وكان ممكن يكون النتيجه ممكن تكون افضل من كده بكثير طبعا، لولا ان هو مستر بروندو يعني فضل انه يعمل روتيشن للعيبه. الشوط الاول خلص 13-12، المنتخبين هيلعبوا بكره تاني مع بعض، منتخب قطر بيستعد لبطوله امم اسيا واللي هتكون في الشهر الجاي، ومنتخب مصر بيستعد لبطوله افريقيا او الدوري الذهبي اللي هتلعب كمان اسبوعين، انما بطوله افريقيا بقى هتتلعب اللي اتاجلت لاجل غير مسمى، تم تحديدها هتتلعب اخر سته او اول سبعه في المغرب في مدينه اغادير زي ما هي بمشاركه الجزائر. الجديد ان الجزائر هتشارك، لان الجزائر كانت اعتذرت عشان كورونا، بس الجزائر لما اتاجلت شهر سته اول سبعه قالت انها هتشارك. فان شاء الله الاتحاد الافريقي، وده الخطاب الاتحاد الافريقي بعته لكل الاتحادات الاهليه ب من 22/6 حتى 2/7، ودي ميعادها النهائي اللي بعته لبطوله افريقيا. طبعا احنا مش عارفين ليه، وهتعمل قرعه جديده طبعا، ولكن اسباب الغاء القرعه وتاجيل البطوله غير معلوم،
ولكن احنا عندنا معاد جديد وقرعه جديده هنلتزم بيها، ونتمنى كل التوفيق لمنتخب مصر الحقيقه، لان البطوله دي مهمه للتاهل لبطوله العالم القادمه ان شاء الله. هنروح لخبر كمان جيد اسعدنا جدا، نجمنا محمد رشوان واسطورتنا في الجودو بطل فضيه لوس انجلوس سنه 1984 كابتن محمد رشوان اللي في النص. اعلن مرزوق محمد رئيس اتحاد الجودو تعيين الاسطوره المصريه والعالميه محمد رشوان مشرف على المنتخبات الوطنيه في مختلف الاعمار. خبر اتاخر كتير الحقيقه. مهمة كابتن رشوان هتكون وضع خطة إعداد المنتخبات ومتابعة تنفيذها مع المدربين والإشراف على تأهيل اللعيبة ومشاركتهم في البطولات الدولية والقارية. وقال كابتن مرزوق إن كابتن محمد رشوان أسطورة مصر ليها اسمها حوالين العالم ومثل أعلى لكل اللعيبة، ومفروض علينا كلنا نستفيد من خبراته وعلاقاته طبعا الدولية. خلينا أحكي له قصة عن كابتن محمد رشوان للجيل الصغير اللي ما شافش كابتن محمد رشوان. كابتن محمد رشوان سنة 1984 في نهائي بطولة لوس أنجلوس الأولمبية كان بيلعب نهائي ضد بطل اليابان، بطل اليابان. بالمناسبة بطل اليابان أصيب في المباراة وكان رجله اتجزعت، وكان سهل جدا جدا على كابتن محمد رشوان يفوز على بطل اليابان. بطل اليابان كان في الرانك أحسن من كابتن محمد رشوان. كابتن محمد رشوان رفض يفوز بهذا الأسلوب، وبالمناسبة قبل ما يتصاب البطل اليابان كان متفوق على كابتن محمد رشوان في المباراة. فكابتن محمد رشوان كان عنده الوقت الكافي انه يقدر يهزم بطل اليابان وياخد الميداليه الذهبيه، ولكن هو رفض يكسب بهذه الطريقه، رفض ان المنافس يكون متعور او مصاب وان يفوز عليه وياخد الذهب. كان هيكسب الذهب ولكن سيخسر احترام العالم. كابتن محمد رشوان بدون ما يفكر فضل انه يخسر الذهب ويفوز بالفضه ولكن يكسب احترام العالم كله. حتى الان العالم كله بيحترم كابتن محمد رشوان وليه مكانه كبيره في الاتحاد الدولي بعد هذه المباراه، وهي دي الرياضه. الرياضة في المقام الأول هي الأخلاق ثم الأخلاق ثم الأخلاق. وكابتن محمد رشوان إدى انطباع عن مصر كلها جيد. فلما يمسك هذا المنصب، أنا ليه بقول إن تأخر هذا القرار أخيرا، يعني وزي ما احنا عارفين تأتي أخيرا أحسن من لا تأتي نهائي، لأن كابتن محمد رشوان أكيد هيدي خبراته دي للعيب، الخبرات الفنية والخبرات الخلقية والفنية والسلوكية وكل شيء. ألف مبروك كابتن، ألف مبروك علينا كابتن محمد رشوان، إن شاء الله ننتظر منك المزيد ومزيد من الميداليات مع أولادك بإذن الله في باريس 24 الأولمبياد القادم. وزي ما بنتابع كوادرنا الرياضية بنتابع أيضا كوادر مصر الإدارية. حسن خالد نائبا لرئيس الاتحاد العربي للرجبي، أنتوا عارفين طبعا الرجبي لعبة وليدة جديدة في المنطقة العربية ولعبة أولمبية بالمناسبة. كابتن حسن خالد نائبا رئيس الاتحاد المصري للرجبي نجح، نائب رئيس الاتحاد المصري نجح في الفوز بنفس المنصب في انتخابات الاتحاد العربي اللي اتعملت منذ ايام. الانتخابات كانت اتعملت عن طريق الفيديو كونفرنس بسبب ظروف حركه الطيران طبعا وفيروس كورونا. طبعا دي صوره كابتن حسن خالد. اتحاد الرجبي المصري بيسعى في الفتره اللي جايه انه يعمل كوادر جديده في الاتحادات الافريقيه والدوليه كمان. مصر كانت استضافت من ايام بطوله شمال افريقيا للرجبي اللي كانت اتلعبت في اسكندريه وشارك فيها خمس دول: السنغال، تونس، الجزائر، ليبيا ومعاهم مصر. حقيقة كل التوفيق للرجبي، لعبة وليدة، لعبة لسه بادئة في مصر. يمكن أنا شايف أنه الرجبي من الألعاب اللي ممكن يكون لها وجود كبير في مصر. ليه؟ لأن طبيعتها الجسمانية تناسب مصر. إحنا الأجسام يعني القصيرة شوية القوية في البنيان دي طبيعة جيناتنا إحنا كمصريين. فالرجبي هتلاقينا ممكن نتفوق بيها، بس لو لقينا الإعداد الكويس والتخطيط الكويس إن شاء الله كل التوفيق للاتحاد الرجبي المصري والاتحاد العربي أيضا. طيب هنروح لرفع الاثقال. حصل قصه غريبه كده منذ ايام. طبعا رفع الاثقال بقينا نسمع رفع الاثقال نقول يا رب استر والله العظيم نسمع اللعبه دي نقول يا رب استر، منشطات، ايقافات. طبعا رفع الاثقال والمأساه اللي حصلت او الازمه اللي حصلت خسرتنا ميداليات في البطوله اللي فاتت. اتحاد رفع الاثقال برئاسه محمد عبد المقصود اصدر بيان منذ ايام يوضح فيه حقيقه ايقاف لاعبه جديده من لاعيبه منتخب مصر بسبب المنشطات. ايه القصه؟ القصه بدات لما كان في ست لعيبه من منتخبنا توقفوا بعد ما ثبت ايجابيه عينتهم في دوره الالعاب الافريقيه اللي فاتت واللي كانت في المغرب صيف 2019. تمام، في سته اتحلل لهم. مندوب المنظمه الدوليه لمكافحه المنشطات الوادة عرض تحليل المكملات الغذائيه دي في معمل مستقل. خد المكملات الغذائيه دي وراح وداها معمل مستقل، والفعل تم تحليلها في معمل لوزان بسويسرا، واكدت ان فيها ان ما فيهاش مواد منشطه. الله، امال جت منين؟ طيب، ولكن المنظمه الدوليه قالت ان ممكن تكون العينه باظت. هم خدوا المكملات اللي بياخدها منتخب مصر وحللوها، والعينه بتاعت اللعيبه وحللوها، اللعيبه طلعت فيها منشطات وعينه المكملات ما طلعش فيها منشطات. فالمنظمه الدوليه قالت لك تفسير ده ان العينه فسدت، العينه بتاعت المنشطات دي فسدت مش سليمه، يعني احنا بنثق اكتر في عينه اللاعبات. طيب ايه اللي حصل؟ على طول تم تحقيق في الموضوع وتم ايقاف اللاعبه بتاعتنا في شهر 2020 ولمده سنتين.
من شهر من اول شهر في 2020 لمده يناير 2020 اتوقفت خلاص. طب الايقاف يخلص امتى؟ الايقاف يخلص بعد ايام، بعد اسبوعين. طب احنا يعني محتاجين نرفع استئناف او نرفع المحكمه الدوليه الكاس؟ لا مش محتاجين. ومصر مش هتطعن خلاص، لان خلاص الايقاف هيخلص يوم 21 يناير، ولكن ثلاث اسابيع. ولكن انا عندي نصيحه عايز اقولها يعني لاسره رفع الاثقال. طالما عندنا ازمه في موضوع المنشطات ولينا سابقه، فاكيد الاتحاد الدولي هيركز معانا على الاقل سنتين ثلاثه جايين، يعني هيعمل لك تحليل مفاجئ في اي وقت حتى لو ما عندكش اشتراك دولي. فلو سمحتوا يا جماعه، لو سمحتوا نعمل احنا تحاليل دوريه لعبتنا، لو سمحتوا عشان خاطرنا يعني بعد اذن المسؤولين. التحاليل مش هتكلفنا كتير، التحليل بيتاخد وبيتباع تشيبنج لاحد المعامل، وفي معمل في تونس وفي معمل في اسبانيا وفي معمل في لوزان، اختار المعامل اللي تعجبك، بس لازم يتعمل تحليل دوري ان لم يكن شهري. هيكلفنا فلوس ولكن بسيطه، ولكن هيجنبنا اي عقوبات. يعني لو لاعب مطمن على لعبتنا، لعيب يعني قال لك اخد مكملات ما اخدش مكملات، دي اول نصيحه. طب النصيحه الثانيه، من فضل حضراتكم تابعوا المكملات الغذائيه اللي بياخدوها اللعيبه. مفيش لعيب يحط في بقه كوبايه شاي الا ما تكونوا عارفين مصدرها ايه، عشان هيحصل تركيز معانا في رفع الاثقال، ومش عايزين نخسر ميداليات ثانيه نفقدها في باريس. يا جماعه لو سمحتوا، والله الموضوع بسيط، هيكلفنا حاجات بسيطه، وانا متاكد ان الدكتور اشرف صبحي الراجل الاكاديمي المحترم وزير الشباب والرياضه لو وصلته رسالتنا دي هيعمل كده، ان احنا نمشي في الطريقين، نتاكد مع اولادنا ودايما نطمن عليه. انت تمام يا ابني؟ تمام، اتفضل خش. الحاجه الثانيه، المكملات الغذائيه بتاخد ايه يا ابني؟ تعالى وريني كوبايه الشاي دي. طب تسمح لي كده، بص انت حاطط سكر منين؟ انت لان هيحصل تركيز معانا، ومش عايزين نخش ان ده بقى نهج وبعد كده نيجي نبص نلاقي تكررت العقوبه، يقول لك طب ايه؟ روح على اللجنه الاولمبيه المصريه. يا جماعه هيقول لك ده نهج وده اسلوب، وياما شفنا اتحادات كان سبب في ايقاف لجان اولمبيه، وعندنا في اللي حصل في روسيا يعني عظه وعبره. فاحنا الحقيقه محتاجين نكون حريصين، لان ده اسم مصر، اسم كبير ولعبه بتحقق ميداليات، فلازم تتحط جوه رموش العين. والله الموضوع ده ما هيكلف الاتحاد كتير، ولكن هيكلفنا احنا كتير لو ما عملناش كده في باريس 24 القادمه. وبكده تكون انتهت اخبارنا. خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين عشان نستقبل نجومنا، نجوم 16 سنه في التنس الارضي اللي حصلوا على المركز الاول والثاني في افريقيا تحت 16 سنه. البطوله اتعملت في تونس في مطلع هذا الشهر. مين ما هيكون معانا بعد الفاصل؟ احمد ياسر صاحب المركز الاول افريقيا، ومصطفى هشام صاحب المركز الثاني، ولكن بعد الفاصل. الحلو في الموضوع ده او المكسب، ان ساعات او اللاعب في العادي بيكون له حلم وهو صغير وعنده 10 سنين 11 سنه 12 سنه، ولما بيبتدي يكبر بيبتدي يشتغل على حلمه، ولما بيلاقي الحلم بيتحقق على ارض الواقع بيبقى دي سعادته، قمه سعادته، قمه سعاده المحيطين حواليه، لان هو في البدايه بيكون محتاج مساعده من كل الناس. النهارده نجوم 16 سنه عمرهم صغير، سافروا بطوله افريقيا، نجحوا مع منتخب مصر ياخدوا المركز الاول والثاني. بنرحب بيهم في البدايه، بنرحب باحمد ياسر طبعا صاحب المركز الاول افريقيا تحت 16 سنه. اهلا بيك يا ابو حميد. اهلا بيك، نورنا في قناه النادي الاهلي. يمكن دي المره الثانيه اللي نتقابل. المره الثانيه ان شاء الله باذن الله نتقابل كتير في 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 مكاسب وكؤوس اخرى. هنروح لمصطفى هشام صاحب المركز الثاني واحد نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر. اهلا بيك يا مصطفى. اهلا بيك، منورنا في قناه النادي الاهلي، والف مبروك على الكؤوس الحلوه دي. شكرا احمد. اجي لك، يمكن احنا كنا مع بعض وكان عندك حلم ده ابتدى بطولة افريقيا. كلمني عن البطوله، استعدادك ليها، يعني انت عرفت امتى هتشارك وتم اختيارك ازاي مع منتخب مصر؟ كلمني عن كل ما احيط بالبطوله قبل انطلاقها. والله البطوله دي كان ليها قصه كبيره، يعني كانت بدات الاول بعد البطوله الدوليه على طول. البطوله الدوليه دي كانت شهر كام؟ كانت تقريبا في شهر 8 تقريبا، شهر 8 يعني. كلموني بعدها على طول، فكان الوقت كان ضيق اصلا يعني بعد البطوله، انك انت محتاج تريح وبعدين تجهز، خصوصا كمان كان في بطولات تانية بعدها يعني. ف مين اللي كلمك؟ منتخب مصر، مدير فني، ولا الاتحاد؟ الاتحاد كلموني. فكان التجهيز كان قليل قوي. نعم. يعني كان حوالي تقريبا اسبوعين او ثلاث اسابيع. نعم. طبعا كان في يعني كان في اصلا اصابه كانت حصلت قبلها، فالموضوع كان عندك ايه؟ كان عندي مشكله في المعده كده كانت حصلت لي، ف كان لازم ان انا اريكفر بعدها وان انا ابدا اجهز بسرعه، فكان الموضوع فيه ضغط نفسي. ويعني بشكر طبعا الجهاز الفني اللي كان معايا، وبشكر طبعا دكتور وليد جبر هو المعد النفسي بتاعي. هو طبعا اللي ساعدني جامد، لان طبعا فكره ان انا اكون موجود اسبوعين في نفس المكان بلعب 18 و16 المعد النفسي كان معاك هناك في البطوله. كان طبعا يعني فكره ان انا اصلا العب 18 و16 اسبوعين على طول، كان طبعا محتاجه ان انا اكون يعني الحمل اللي اكون متعود عليه.
لان يعني طبعا حمل كبير بالزبط. طبعا نلعب اسبوعين ورا بعض بنفس الانتنسيتي بنفس كل حاجه، فدي طبعا حته فيها يعني مدرب الاحمال طبعا. انت قعدت اسبوعين هناك؟ قعدت اسبوعين عشان تحت 18 وتحت 16. وانت خدت تحت 18 سابع، انا قلت في البدايه ان انت في الانترو يعني ان انت خدت سابع، انت شاركت في المرحلتين السنتين وده منتهى الصعوبه على اللاعب الالعاب الفرديه. اكيد طبعا. طيب و و و يعني المستويات اخبارها ايه افريقيا؟ شايف ان احنا في المستوى ده او في السن ده؟ طبعا احنا بقالنا فتره ما خدناش المركز الاول في السن ده، شايف الدنيا افضل احسن الامور ماشيه ازاي؟ احنا دلوقتي احنا بنتطور جامد يعني، احنا حتى اظن ان في تحت 14 كمان في نتائج عاليه قوي، وحتى في تحت 16 كمان احنا اول وثاني ورابع افريقيا يعني. ما شاء الله طبعا حاجه كبيره جدا، خصوصا كمان ان في السن ده ان شاء الله السنه الجايه برده هنعمل نفس النتيجه ان شاء الله، والسنين اللي بعدها كمان، لان احنا عندنا بوتنشال زي ما قلت قبل كده لما جيت لحضرتك. قلت انا عندي هدف ان انا عايز اوصل. بالظبط طبعا، ومش انا لوحدي يعني، انا ومصطفى وناس كتير من النادي الاهلي كمان عندهم الحافز ان احنا نعدي ونروح في حته جديده قوي يعني، اول مره نعملها يعني ان شاء الله. وانتوا قادرين على كده يا ابو حميد والله، وانت وعدت صحيح وكنت معايا واوفيت يعني الحمد لله. بطوله افريقيا هيجي لك يا مصطفى، يمكن انت كنت نفس الظروف، انتوا اتنين فرقه واحده في النادي الاهلي. كلمني ازاي تم اختيارك في منتخب مصر، وازاي تم ابلاغك، وايه الاستعداد اللي انت استعديته قبل البطوله؟ تمام، احنا قبل البطوله الاتحاد كلمنا، انا كنت لسه راجع من بطوله دوليه كانت في كينيا قبل بطوله افريقيا على طول. خدت فيها ايه وعملت فيها كينيا؟ خدت فيها مركز اول في الزوجي، ووصلت في واحده خدت فيها رابع اسبوع. طيب منهم. طب الزوجي كنت بتلعب مع مين؟ كنت بلعب مع زميلي واحد مش من مصر، من اليابان. من اليابان. طب ازاي اخترتوا بعض، او ازاي احنا اتقابلنا هناك؟ كنا بننزل نتمرن مع بعض كل يوم. عرفته هناك ولا عرفته قبل كده؟ انا عرفته هناك. دي برضو يعني دي من ميزه البطولات لما انت بتسافر، ان انت بتقابل ناس تانية وبتلعب مع ناس مختلفه. ده برضو بيعلي من مستواك. فبس تعرفنا على بعض ولقينا ان احنا لعبنا راكب على بعض. دي صور ليك يا مصطفى، مين اللي شايلك يا مصطفى؟ مين اللي شايلك؟ لا هاتولي الصوره الثانيه يا جماعه، مين اللي شايلك؟ ده طبعا في التكريم بتاعنا في النادي الاهلي. الاهلي طبعا. كنا بعد ما خدنا اول وثاني الحمد لله، طبعا النادي عملنا تكريم يعني مشرف جدا. كابتن غزاوي وكابتن طارق اني. دي كانت في تونس. دي في تونس، دي في حفله دفع توزيع الجوائز. طب وخلينا نكمل. طيب رجعت من كينيا وكنت بتلعب مع زوجي مع لاعب ياباني تعرفت عليه هناك، خدنا مركز اول الحمد لله. مركز اول. الحمد لله. ولسه على اتصال يعني، ممكن تلعبوا بطولات تانية ممكن مع بعض؟ طبعا احنا بنتكلم في بطولات دوليه ان شاء الله جايه، وان شاء الله نحقق فيها. طيب المنتخب تبعك مين بقى اللي شايلك هنا؟ ده كابتن احمد ياسر. كابتن احمد ياسر اللي شايلك، يعني انتوا بتلعبوا في نفس السن ولاعيب يشيل لاعيب، دي حاجه جميله جدا يعني. هو قال لك شيلني في الملعب، مش تشيله بجد يعني، شيله ساعده. لا ده انا شلته. انت رحت شايله. شلته على طول. يعني بالظبط يعني، هو قصده يساعدك تشيلني في ان انا يلمك في كوره بتاع، انما مش تشيله كده يا احمد يعني، مش معقول يا احمد كده. طيب يعني بتبقى حلو الروح اللي مع بعض، بالذات لما تكونوا لعيبه نادي واحد في المنتخب. طبعا احنا في الاول وفي الاخر فرقه واحده وبنلعب باسم مصر، فاحنا ده مكسب لينا احنا الاثنين ان احنا نكون واخدين اول وثاني في نفس الوقت. برافو عليك. فيعني ده في مكسب كبير لينا احنا الاثنين، وان شاء الله خير في السنين الجايه ان شاء الله نقدر نحقق اكتر. طيب قول لي انت، خلاص رجعت من كينيا، كلموك في المنتخب؟ تمام، من الاتحاد. كان احمد هناك اوريدي كان بيلعب 18، بس احنا كان عندنا وقت ان احنا نعمل بريبريشن للاسبوع ده. نعم. طبعا مع كابتن جهاد الديب المدير الفني كان بتاعنا طالع معانا مع المنتخب، وكابتن ياسر عادل كان طالع مع البنات. كلنا كنا بنساعد بعض في الاسبوع ده، كنا بنتمرن هنا في مصر قبل ما نطلع. كنا بنتمرن في كذا نادي، كنا بنتمرن في نادي سماش المطار ونادي نيو جيزه. احنا الارض طبعا السيرفس اللي احنا بنلعب عليها في تونس كانت هارد كورت. طيب فانتوا عايزين هارد كورت، عايزين ملاعب المتوفره في مصر كانت في نيو جيزه. هارد كورت الملاعبين دول طبعا مع تنسيق من الاتحاد والنادي قدرنا ان احنا نجيب الملاعب دي. بتتمرنوا كام ساعه في اليوم تقريبا يا مصطفى؟ احنا كنا بنتمرن ساعتين تنس، وكان بيبقى فيه ساعه فيتنس كل واحد طبعا حسب اللي محتاج له. بالظبط، وانا كنت بعمل حاجات زياده طبعا لنفسي. بس كل ده اثر طبعا في النتائج دي يعني. احنا طبعا طلعنا كان معانا كابتن جهادي الديب، عملنا استعداد كويس قبل ما نطلع، كان في بوتنشال كبير من اللعيبه. كنت انا وعبد الرحمن خالد عطا الله واحمد منصف. واحمد ياسر زي ما قلت حضرتك كان هناك، فكنا طالعين ببوتنشال كبير. 18 اتلعبت الاول يا ابو حميد صح؟ اتلعبت الاول. الاول تعرف هو كان سابقكم. بالظبط، فاول اسبوع كان
كنا عايزين نروح نعمل نتيجه والحمد لله عملنا. بس اقول لك يا مصطفى انتوا القرعه خدمتكم يعني الحمد لله ان انتوا ما قابلتوش بعض في الادوار يعني يعني القرعه خدمتكم ان انتوا وصلتوا قابلتوا بعض فاينل. انا قابلت احمد شريف منصف زميلي في السيمي فاينل كانت برده مواجهه مصريه لعيب نادي الصيد. لعيب نادي الصدقي كان ماتش برده قوي جدا خلص 7-6 7-6 يا خبر ابيض. فماتش طول فبس لعبنا ثاني يوم طبعا الفاينل. انت كان قبل النهائي بتاعت مين احمد؟ لا كان واحد من بوتسوانا. من بوتسوانا؟ بوتسوانا ده كان بطل افريقيا في 14 و12 كسبته كام؟ 6-2 6-0 6-2 6-0 لا ده انت 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 سفلته بلغه الرياضه كده انت سفلته. بس يعني يمكن هو كان مصطفى عنده قبل نهائي قوي وانت كان عندك قبل نهائي يمكن يعني مش قوي قوي فيمكن ده كان. طب الفرق ما بين قبل النهائي والنهائي يوم ولا في نفس اليوم بتلعبه؟ لا احنا لعبنا قبل النهائي بيوم وتاني يوم على طول الصبح عندنا النهائي. احمد كان مريح يا باشا كان مريح في الماتش بتاع الماتش. انتوا الاثنين نفس السن يعني انتوا الاثنين طلعتوا 18 خلاص؟ احنا خلاص هنطلع 18. طب قول لي يا ابو حميد احنا في كلامنا برضو في الحلقه اللي فاتت كنا بنتكلم ان ممكن بتفكر مثلا لا اطلع مدرسه سكولرشيب في امريكا ليه لا ما اطلعش جامعه يعني هل بداوا بعد بطوله افريقيا 100% اكيد حاولوا يتصلوا بيك او لو بلاش يتصلوا بيك حتى لو ممكن انت تعمل كونتاكت مع جامعات او مدارس هياخدوك. هو في طبعا يعني اوبشنز كتير اتحطت لي بعد بطوله افريقيا كمان حتى هنا في مصر كمان يعني بس انا الصراحه يعني لسه ما خدتش قرار لان انا في اخر سنه مدرسه فانا لسه بحاول افكر لان برضو انا دلوقتي عندي فرص كتير يعني قبل كده لما جيت لحضرتك كانت مجرد يعني خطط محطوطه احلام بس دلوقتي بدات تتحقق واحده واحده ده الجميل اللي احنا قلناه في البدايه بالظبط فواحده واحده ان شاء الله يعني هلاقي القرار الصح خصوصا كمان انا مسافر بطوله دوليه في تونس الشهر الجاي ان شاء الله ان شاء الله فان شاء الله احقق حاجه فيها ونكمل بقى يعني بس اقول لك يعني انت خلاص اخر سنه مدرسه فمتهيألي منحه في المدرسه دي خلاص مش هتنفع بس هي منحه ممكن في جامعه في جامعه ونعرف ان الجامعات في امريكا القويه في التنس بتبقى في كالورينا نورث كالورينا ساوث كالورينا ده اللي اعرفه ممكن اكيد في جامعات تانية كويسه جدا اكيد يعني بتهيألي انت لو بدات تراسلهم كواحد بطل افريقيا اكيد او مصطفى كمان طبعا دي صور ليكوا اكيد هيكون الوضع مختلف يعني انا برضه بفتح معاك يعني بفتح معاك رؤيه رايك ايه في الكلام ده؟ والله هو انا يعني لسه ما خدتش قرار يعني معين بس طبعا انا هيكون شرف ليا ان انا اكون بلعب في جامعه في امريكا يعني قبلينا كان في ناس كتير قوي راحت جامعه في امريكا وكانوا اساطير في التنس المصري يعني بالظبط فطبعا مش يعني لو جالي فرصه حلوه وفي جامعه كويسه مش هقول لا بس في نفس الوقت لو جالي فرصه احسن ان انا اكمل في البطولات وان انا صحيح الاختيار ليك الافضل الاختيار انت ادرى بظروفك اكيد ولو اخدت المسار زي ميار شريف مثلا بالظبط وان انا اقدر اعدي المرحله دي من مصر من المصريين اللي طلعوا اكيد طبعا مش هستنى بالعكس ده انا هاخد الطريق ده بالنسبه لي اولويه ان انا اكمل في التنس يعني البروفيشنال قبل الكوليدج تنس يعني ربنا يهديك للقرار الصح ونفس الكلام لمصطفى بتفكر في بره ولا انت زي احمد بتفكر سايب المواضيع تمشي اشوف انا رايح فين ما خدتش قراري يا بتفكر زي مصطفى هو انا نفس الموضوع برده لسه بشوف الموضوع ده انت طبعا اخر سنه برده مدرسه ولا لسه عندك لا سنة؟ انا لسه قدامي سنتين طب حلو يعني لسه عندك فكر هو داخل يعني سنه لسه اسف لسه عندك وقت ما انا براسل برده جامعات برافو اوريدي وفي نفس الوقت برضو لسه بشوف يعني هقدر اعمل ايه بعد المدرسه هكمل بروفيشنال او لا بس برضو في حاجه متاحه لي ان انا ممكن اخش جامعه في امريكا والعب بالدوري مع الجامعه واكون بلعب تنس احاول احافظ على مستواي الدوري هناك جامد طبعا ما انا هحاول اراسل جامعه اللي هي تكون من ديفيجن 1 او 2 بتبقى متقسمه صحيح فدول برضو بفيها هاي ليفل تنس عالي قوي صحيح فهم الجامعه بتبقى 4 سنين ممكن بعد الاربع سنين اكمل بروفيشنال هشوف يعني بس او قبل يعني لسه برضو هنشوف يعني انتوا عندكم البوتنشال الرائع اللي ان شاء الله اكيد هيساعدكم ان شاء الله اعزائي المشاهدين خلينا نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع نجوم طبعا المستقبل في التنس الارضي ولكن بعد الفاصل اهلا بحضراتكم من جديد مكملين حوارنا مع احمد ياسر طبعا مصطفى هشام نجوم التنس الارضي واصحاب المركز الاول والثاني افريقيا في بطوله افريقيا مصطفى يمكن محتاجين نعرف وجهتك الجايه يعني يمكن احمد قال ان عنده بطوله تونس الدوليه الشهر اللي جاي ان شاء الله ان شاء الله ربنا يوفقك فيها ومش عارف تونس تاني برده بس هو الشاي حلو عليك ده انت يعني اي بطوله هناك اكيد ان شاء الله هتكسب عندك ايه اللي جاي يا مصطفى انا ان شاء الله في كذا بطوله في مصر هيكون 3 اسابيع بطولات دوليه ورا بعض هيكونوا اربع بطولات دوليه
اربع بطولات دوليه تحت 18. تحت 18 اه. يعني بطولات ايه؟ بطوله مثلا سماش بوينت، بطولات ايه؟ بطوله هتتلعب في اثنين اسبوعين هيتلعبوا في نادي سماش المطار اه، وفي واحده هتتلعب في نادي سد الدقي. تمام. مش فاكر الرابعه هتتلعب فين. انت سجلت فيها خلاص؟ اه سجلت. والدرو نزل ولا لسه؟ لا لسه. طب كام لاعب مشتركين فيهم في تفتكر؟ بيبقى بيبقى في كواليفيكيشن وفي مين درو. المين درو بيبقى 32 لاعب. انت طبعا مش هتخش على المين درو عشان لسه طالع السن ده. لا انا إيه؟ في المين درو. المين درو حلو جدا. طب ايه ده؟ ايه يا جماعه الجمال ده؟ انا اللي اعرفه اللي بيطلع من سن لسن عشان لسه طالع ما لعبش اي منافسات في السن ده ممكن يخش على المين درو مره. اوريدي السنه اللي فاتت كنا دخلنا كذا. هو ده الكلام بقى. هو ده الكلام. الترتيب بتاع الجونيورز عامه بيبدا من 14 سنه. اه بس هو جاوب على سؤال حلو قوي ان انتوا السنه اللي فاتت لعبتوا بطولات 18 سنه فانتوا اوريدي بقيتوا رانكد. اه بالظبط. يعني انتوا برافو ان انتوا لعبتوا. يعني انت دلوقتي افريقيه لما تيجي تخش انت بقيت 18 سنه رانك. خلاص ليك راكن في 18. طب لو ما كنتش لعبت 18 في افريقيا ما كنتش هتبقى رانك. فهي الفكره كلها ان انت اللي قاله مصطفى قال صح. قال ان احنا دخلنا السنه اللي فاتت 18 عشان ما يعديش في المطب ده. طب انت داخل في المندرو بيبقى عندك فكره البطولات كم لاعب مشارك؟ بيبقى ما زي ما قلت لحضرتك بيبقى المندرو ده عباره عن 32 لاعب. الكوالي برده بيبقى اقل شويه تقريبا 64 تقريبا. وبيجي يعني اسعد بيتملي لازم يتملي عشان يقدر. اغلبهم مصريين بيبقى في الكواليفيكيشن بيبقى اغلبهم مصريين. أوه. بس عشان في ناس ممكن ما تسافرش عشان تيجي تلعب كواليفيكيشن. صحيح. بس معظم الناس لا في المندرو بيبقى في لعيبه اجانب كتير. كتير. اصلا ما ينفعش تلعب حد مصري من اول ماتش في المندرو. صحيح. فانت كده كده لازم تلعب حد اجنبي ده رولز يعني. صحيح. بس فان شاء الله هلعب البطولات الجايه دي. مش عارف اسافر في اول السنه عشان بحاول اوفق ما بين الدراسه وال انت تلاقيك يعني بتعاني انت واحمد في موضوع الدراسه. انتوا بتدرسوا نظام ايه؟ هل نظام مصري نظام انا امريكان. امريكان. انا اي جي. انت اي جي ما شاء الله عليكم. يعني انت الاي جي انت هتلاقيك بتعاني يا ابني بتعاني. الحمد لله خلصت بقى. خلصت انت السنه دي خلصت في 9 و10 في 10 و11 10 انا 10 و11 12 انت عندك ماده او اثنين بس. عندي ماده واحده بس. حلو جدا. ايوه كله الحمد لله. بس قبل كده كان درجات عاليه ولا لا؟ الحمد لله. استر كله كله يعني ما عدا واحده ايه بس الحمد لله. ما شاء الله ده انت كده داخل على كليه القمه. ان شاء الله. ان شاء الله خير خير. طب وانت طبعا انت عندك مشكله دلوقتي عشان امتحانات الاس اي تي والكلام اللي احنا عارفينه ده موقوف والكلام ده كله وعلى باخد دروس فماشي في حر الدروس ده كل اسبوع ولازم اتمرن كذا مره في اليوم. في نفس الوقت بروح المدرسه عندي امتحانات في المدرسه ولازم احضر مع البطولات. الرياضي بيعاني مع الدراسه فهضطر العب في مصر في اول السنه وان شاء الله ربنا يكرمني واقدر اسافر في السنه الجايه يعني. طب احمد الدرو بتاع تونس بان مين درو او الدرو بتاع البطوله كله؟ يعني لسه الدرو نفسه لسه ما بينزلش. بينزل قبل البطوله بحوالي يومين ثلاثه. شفت اللعيبه ولا لسه ما تعرفش؟ يعني بيكون في اكسبتنس ليست بتنزل. أيوة. الناس اللي اكسبتد يعني لحد دلوقتي مش طبعا مش كله بيروح يعني في ناس بتسجل بس بيكون مسجله في بطولات ثانيه. مسجلين المسجلين وهيروحوا يعني هم طبعا الدرو مليان بطوله يعني تونس قريبه من اوروبا فالكل بيروح طبعا وبتبقى من اصعب البطولات يعني مصر وتونس زمان بيكونوا واخدين اصعب بطولات في الجونيورز يعني. تمام. عشان بيكونوا بطولات كتيره وكمان في الشتاء احنا الجو بتاعنا بيبقى حر فهم اول دور حلو مفيش مطره مفيش ثلج ان برده في نفس الوقت مصر والمغرب وتونس من احسن يعني تقريبا احسن ثلاث بلاد. المغرب ساعه ثلج. المغرب احنا لما رحنا الافريقيه كانت تونس ساعه. شفت اقول لك المغرب بننزل الصبح متلجين كنت في كازابلانكا بتلج. فانتوا المغرب مش هتلاقيها فيها بطولات ممكن تتعمل اندور. هي في على فكره بطولات هتتلعب في المغرب بس مش في اول السنه على طول يعني تقريبا في شهر 2 او حاجه تكون الدنيا اتكسرت شويه البرد. انما مصر ما فيش زي جوها. انسى انسى في اي مكان يعني انت لو خدتك قابلت بطوله في شرم الشيخ مثلا الناس هتيجي لابسه نص كم لان فعلا فعلا مصر جوها رائع. في اصلا بطولات في شرم الشيخ. شفت بقى والله العظيم في بس يا جماعه بتاخدوني معاكم في الكويس يا جماعه اللي هو الرجال هو بتلعب في شرم الشيخ. بتلعب في الرجال في شرم الشيخ. انا رحت لعبت مره واحده هناك وبيجي اجانب كتير انا بياخدوها فرصه سياحه وفي نفس الوقت بيلعبوا بطوله. في ناس اوريدي اجانب عايشين في مصر. انا عارف عايشين في شرم الشيخ عايشين في البطولات بيعملوا البطولات دي هناك. بيقعدوا هناك وبيسسموا حياتهم كلها هناك شغل بقى وكل حاجه. طب خلينا نروح للاسره جانب يمكن الناس مش دايما بتفكر فيه. اللاعب قدامهم او الرياضي هو رياضي بس بيبقى وراه منظومه كبيره من اسرته واقفه وراه. اكيد طبعا. قول لي عيلتك يعني الدعم اللي بتقدمه لك. انت ضحكت طبعا. الدعم اللي بيقدمه لك طبعا يعني عيلتي. لا عيلتي ابويا وامي واخواتي كلهم يعني حاجه كبيره قوي يعني مش يعني مهما قلت مش هقدر اوفيهم حقهم يعني في الدعم اللي بيدوهوني. وطبعا يعني الجهد اللي بيبذلوه عشان يشوفوا نموذج جديد في المجتمع كله مش بس في البيت يعني.
والدعم اللي اصلا بيطلع من البيت نفسه بيبقى الموضوع بيبقى مختلف عن الدعم اللي بيجيلك من بره. يعني انا مثلا الجهاز الفني اللي معايا طبعا بيدعمني بكل حاجه يقدر عليها، بس طبعا في البيت عايزين يشوفوني احسن حد احسن حد، فبيكون عندهم الدفعه المعنويه اكتر من اي حاجه تانية يعني. صحيح، وبيقفوا جنبك في لحظات الضعف والكسره والخساره. اكيد يعني انا قبل ما اسافر، انا قبل ما اسافر زي ما قلت لك كان عندي مشكله حصلت لي قبل ما اسافر، طبعا هم اللي كانوا واقفين جنبي في كل حاجه، وهم اللي يعني كانوا بيشجعوني ان انا لا يعني لازم نتخطى هندوس شويه هندوس يعني هتتوجع شويه بس هندوس وهنكمل لان ما فيش حاجه بتقف يعني. ف بالتالي هم كانوا اسعد ناس بالكاس ده. اكيد طبعا. صحيح. اكيد طبعا. وكانوا يعني قول لي بعد ما خلصت او خدت الكاس بامانه اول حد كلمته مين؟ اكيد طبعا امي. ربنا يخليها لك يا رب. ربنا يخليك. طبعا عياط بقى وزغاريد في التليفون. طبعا. كلمتها تليفون ولا سكايب؟ يعني كانت صوت وصوره ولا؟ طبعا هناك التليفونات كانت السيجنال كان وحش قوي. صعبه. فكنت للاسف يعني ما كانش فيه كولز، كان لازم دايما ابعت فويس نوتس وحاجات كده. فالحمد لله ان انا عرفت. بقى خلفيه زغاريد بقى وبتاع. طبعا طبعا يعني النادي كانت هي كانت موجوده في النادي، نادي سماش اللي انا بتمرن فيه يعني. ف يعني النادي اتقلب يوميا. ربنا يخليها لك يا رب. ربنا يخليها لك يا رب، يخلي لك والدك. طب اخواتك، انت ليك اخوات؟ انا عندي اختين. اكبر ولا اصغر؟ واحده اكبر وواحده اصغر. الاثنين بيلعبوا تنس برضو. الاثنين بيلعبوا تنس ما شاء الله. طب وبرضو يعني بيشاركوا في بطولات دوليه وكده ولا؟ اختي الكبيره بتلعب في بطولات المستقبل اللي بتلعب دلوقتي كمان، هي عندها بطوله دلوقتي بتلعب في نادي زد اللي في اكتوبر. اللي في اكتوبر. واختي الصغيره بتلعب بطولات افريقيه تحت 12. ما شاء الله يعني احنا اسره تنسيه. كل اسره تنسيه على مستوى عالي جدا جدا. ربنا يوفقك يا رب. طب نفس الكلام برضو مع مصطفى، يعني انت الدعم الاسره يعني باباك مامتك اخواتك، كلمني زي ما احمد كلمني، قول لي يعني الدعم اللي بتتلقاه من اسرتك شكله ايه؟ وطبعا رقم واحد هم، لان دايما بيبقى اللي يعني مش تعرف تعدي من اي خطوه في حياتك من غير ما هم يبقوا واقفين وراك ومدعمينك. مامتي وبابايا واخواتي كلهم. انا برضو عندي اخ بيلعب تنس، فهو برضو عارف يعني زي ما بيقولوا عارف اللي فيها يعني. اكبر ولا اصغر؟ اكبر مني. فهو دايما برضو في بيقول لي اكبر منك بقد ايه؟ اصل هو اكبر منك من اكتر من سنتين ثلاثه، ده ممكن يبقى مدربك. هو اكبر مني بست سنين كده. شفت بقى بقول لك يعني دايما الاخ لما بيكون اكبر بسنتين ثلاثه او اكتر بيكون هو مدربك. وبيكون بيديك خبراته بكل حب. بالظبط. طب قول لي يعني. وليا اخ تاني برضو نفس اكبر مني بسبع سنين. ما شاء الله ربنا يخليك في بعض. برضو. برضو تنس، انتوا واخدين سكه التنس. انا اخويا الكبير بيلعب تنس، الوسطاني بيلعب تنس، التاني بيلعب عمر بيلعب شوتينج. شوتينج رمايه. وبرضو يعني متفوق رمايه في نادي الصيد طبعا، دي حاجه. بيلعب بطولات برضو والكلام ده. بيلعب طبعا بطولات وبيسافر وراح بطوله العالم للجامعات. وراح لعب بيلعبها محترف فيها. ما شاء الله. طب قول لي اول حد كلمته زي احمد اول ما خلصت البطوله وخدت تاني، بلاش تاني هنقول السيمي فاينل لان السيمي فاينل برضو بيبقى ليه فرحه. انا طب نقول السيمي فاينل، اول حد كلمته بعد ما كسبت جريت كده مسكت التليفون من الشنطه كلمت مين؟ انا اول حاجه بعت على الجروب بتاع العيله. انا مبسوط يعني، بعت فويس مسج وانا انا كسبت يا جماعه انا كسبت. بالظبط نفس الكلام كده. وبرضو كلمت مامتي وبابايا، وطبعا في الاول وفي الاخر هكلم مين يعني؟ في الاول لازم اكلمهم طبعا. طبعا طبعا. بس فهم طبعا دعم كبير جدا منهم. زغريب بقى والكلام ده وبتاع كده مش قوي يعني، بس كان في طبعا دعم منهم كبير يعني. يعني خليني اقول لكم برضو اعزائي المشاهدين، انا يعني الكلام ده بحب انا يعني اقوله ليه؟ لانه نواه او تكوين او نشاه اللاعب بتبقى الاسره، والاسره هي الخليه اللي بتقوم عليها المجتمع كله في كل المجالات. والحقيقه شفنا الكلام ده كذا مره الحقيقه، يعني من طبعا القياده السياسيه برئاسه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ان الاسره المصريه هي النواه، هي النواه اللي تقدر تخرج لنا الكوادر اللي احنا شايفينها دي. فشايفين الدعم الاسره، الوالد الوالده الاخوات، لما تكون الاسره كلها يعني متماسكه ومتعاونه ان هم يخرجوا فرد منهم وكل فرد منهم يطلع كده، في الاخر المجتمع بيبقى ناجح. يمكن اجي لك برضو يا مصطفى في حته انه الواحد وهو صغير بيبقى برضو محتاج بعض النصايح. بيجي عليك وقت بتبقى انت مش عارف يعني تاخد قرار بامانه في البيت، مين اللي بيساعدك في اتخاذ القرار؟ بيبقى في الاب الام، بيبقى في حد دايما انت كده بتقول له طب رايك اعمل ايه؟ طب الازمه دي احلها ازاي؟ انا زمان وانت صغير ممكن تلعب كذا رياضه، انا ممكن بلعب تنس بس. بالظبط. مين اللي ساعدك في اتخاذ القرار؟ مامتي وبابايا طبعا، بس انا ساعتها كان يعني بفكر بطريقه تانية، فالموضوع ممكن يقلب اللي هو يعني بعند او حاجه يعني.
شكلك عنيد انت بصراحه. دي مشكله. لا بس العنيد في الملعب بيبقى كده عنيد برضه. فيعني بس فاي واحد صغير ممكن يلعب كذا رياضه لغايه بقى ما انت بتبتدي يعني تاخد الموضوع تحس ان انت ممكن تعمل بروجريس في حاجه معينه وانت لازم تحب الرياضه اللي انت بتلعبها عشان تحقق. لعبت ايه وانت صغير؟ انا لعبت كذا حاجه يعني لعبت انا بابايا اصلا سباح. والله ما شاء الله. فلعبت سباحه وانا صغير بس صراحه ما يعني ما حبيتهاش. لا كنت بتصحى غصب عنك. ما حبيتهاش قوي بس. ولعبت لعبت جودو وانا صغير برضو ولعبت شوتينج لعبت مع اخويا شويه. انت جربت كل حاجه بس كل كان كل ده جنب التنس يعني كان كل ده تنس تنس في كل حته. طب بامانه كنت بتحبه ولا كنت برضو بتروح غصب عنك؟ انا اصلا انا زمان كنت تخين شويه. ايه ده ازاي يا جماعه؟ طب قول لي حاجه ثانيه اصدقها. كنت تخين يعني لو احمد قال لي انا تخين اصدقه شويه. كنت انما لما تقول لي انت كنت متخين او مليان ما اصدقش. يا جماعه انا عايز اقول لكم مصطفى يعني حاجه يعني ده متشال في الصوره يا جدعان. طب عملت ايه؟ انا عملت يعني ده اكبر ترانسفورميشن عملتها بالنسبه لي انا فخور بيها بنفسي يعني. ايه ده؟ طب عملتها ازاي؟ يعني انا خسيت حوالي 20 كيلو. ازاي؟ ماشي خسيت السن ده صعب السن 12 13 14 سنه عشان تقول له خس. ما انا ما خسيتش من 12 13 يعني انا خسيت من 14 يعني من 15 برضو يعني نفس السن اللي انا فيه ده. صعب تقول يعني طفل لسه 14 15 سنه تقول له ما تاكلش هتقولها له طب انت عملتها ازاي؟ ما انا دي جت من نفسي انا هم دايما علي كل لغايه دلوقتي برضو مش بقول لك عنيد. بس دي جت من نفسي انا اصل هي مش هتيجي من حد تاني. نعم. فانت لو انت عاوز حاجه من جواك وانت عاوز تعملها انت اكيد هتوصل لها. برافو عليك. خسيت. فانا خسيت ودي طبعا ادتني بوتنشال كبير ان انا برده حاسس ان انا اخف في الملعب بكتير وادتني ودي برده علت نتائجي 360 درجه. صحيح. بدل ما انا كنت واقف في الملعب ما بتحركش وبرده حاسس ان انا مش مبسوط من جسمي وبرده ان انت الموضوع ده منتال يعني كبير قوي ان انت لازم تبقى عارف انت صحيح. انت هتعمل ايه في حياتك بالظبط انت هتعمل ايه يعني. لا عجبني عجبني ان انت عنيد وليك شخصيه بس خلينا نطلع فاصل اعزائي المشاهدين يعني الكلام يعني يبقى اوريكم ابطالنا ونجومنا ونماذجنا حاجه مشرفه جدا جدا بس خلينا نطلع لفاصل ونرجع نكمل حوارنا بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. يا احمد كنا بنتكلم قبل الفاصل على الوزن. انت كنت بتقول لي ان احنا بعد ما جت كورونا واللوك داون والقعده في البيت كنت بتقول لي بنمشي في النادي زي الدببه. لا اشرح لي الموضوع ده. يعني انا ومصطفى كنا زمان كنا وزننا زايد. كنا يعني احنا اصلا صحاب من زمان فعلا يعني احنا صحاب من يعني من بدري قوي يعني احنا من 12 سنه تقريبا صحاب مع بعض. فكنا مثلا اي بطوله اي مكان احنا دايما شايفين بعض يعني احنا دايما مع بعض في كل بطوله اللي هو انت قلت لي برضه حاجه غريبه انه كان ليه تاثير عليك عشان تيجي نادي الاهلي يعني كان يعني هو كان بيلعب في نادي الاهلي وانت كنت بره فاقنعك ان انت تيجي يعني كان ليه دور كبير فعلا ان انا اروح فعلا. طب وقول لي بقى موضوع الوزن الزياده ده وصلت وزنكم كان كام وبقى كام؟ انا مثلا وصلت ان وزني كان حوالي حاجه و80 وانا يعني وانا كنت اقصر من كده بكتير يعني انا كنت 170 مثلا 171 يعني انت عندك اوفر يعني انا اللي اعرفه اللي وزنه اللي طوله 170 يبقى وزنه 65 انت كنت 80 يعني عندك 15 كيلو اوفر ويت. دي حقيقه رقم كبير قوي كبير قوي فعلا. وقلت يعني عشان طبعا يعني الفرد اللي هي الناتولت وطبعا يعني مع الاكل وكده وطبعا مع الاكل وطبعا يعني في الكورونا في وقت طب عملت ايه ظبطت اكلك ازاي؟ ايه الاكل اللي انت ما بقتش تاكله؟ انا اصلا ما بحبش الروتين يعني انا فكره الروتين دي بالنسبه لي صعبه قوي. فكان بالنسبه لي يعني الحل الوحيد ان انا اعمله ان انا اوقف اكل من بره. نعم. وان انا ابدا اكل الاكل اللي بيتاكل في البيت. نعم. طبعا دي كانت بالنسبه لي مأساة طبعا. طبعا. ان انا بقى قاعد باكل الاكل اللي في البيت ما باكلش الاكل من بره وان انا بطل الحاجات اللي بحبها لا كانت صعبه بس كنت بقى بحاول. ده بس اللي خلاك تقل 15 كيلو ولا عملت سيلكتيف فود معين يعني اكل معين؟ لا هو ده بس اللي خلاني ان انا اظبط اكل كمان انا كنت محظوظ ان كان في الوقت ده في وقت الكورونا واللوك داون وكده كان رمضان. فكان في صيام وانا كنت بحب العب بلاي ستيشن. كنت بتنسى بقى الاكل فكنت بنسى الاكل خالص. بتلعب ايه يعني بتلعب لعب معين في بلاي ستيشن ولا بتلعب تنس برضه؟ لا بلعب فيفا في كوره. كوره طبعا. حلو جدا. طب انت بتتابع كوره؟ بتتابع ماتشات الدوري مثلا؟ انا بتفرج على النادي الاهلي بس. ماتشات الاهلي بس؟ ماتشات الاهلي بس فعلا. طبعا يعني مين من لعيبه الكوره بتحبها؟ او بتحس ان هو يعني قريب منك او تحس انه قريب من شخصيتك قريب من ادائك؟ هو قديم شويه يعني عماد متعب طبعا.
طب طبعا ده هداف، انت بتحب الهدافين. انا بحب الهدافين بس هو عشان عماد متعب في الدقيقه 90 بيخلص. انا بصراحه انا بحب العب اندر بريشر يعني. ما هو باين سبعه يعني يعني النتائج الماتشات بتاعتك كلها معديه، وكمان انت تلاقيك في لعبتك هجومي بتحب تطلع الشبكه كتير. دي حقيقه. طيب عليك. طالما جبت سيره عماد متعب والدقيقه 90 يبقى انت شخصيه هجوميه. اكيد طبعا. اوعى تقول لي يا مصطفى بتحب المدافعين. لا مهاجمين برضو؟ تتابع ماتشات الكوره ولا مالكش؟ مش قوي الصراحه. مش قوي. لا انت اصلا بتشوف التنس بالعافيه. لا بتفرج التنس بس مش بتابع الكوره. طب ايه اللعبه التانيه بتحبها بتتابعها؟ يعني مش بتابع لعبه معينه يعني، بس لو في طبعا ماتشات تنس بتفرج عليها يعني، ماتشات كبيره يعني او بتقعد لها بتسهر لو هي جايه. لا بتفرج عليها انا واخويا وكده يعني. اكتر بطوله بتحبها ونفسك تلعبها ايه؟ خليك بالك الكلام ده هيتسجل ان شاء الله لما تبقى لعيب كبير وتلعبها. ان شاء الله. هنقول لك يعني اكتر بطوله سترين اوبن. ليه؟ نفسي اصلا اروح استراليا دي اول حاجه. بلد جميله. بس مشوار هي بعيده قوي، بس نفسي اروح استراليا، بس اروح استراليا وانا بلعب البطوله دي. ونفسي احقق فيها حاجه يعني ان شاء الله في يوم من الايام. وكمان انا بحب الهارد كورت. وبعدين يعني ملبورن في استراليا من احسن هارد كورت في العالم تقريبا، فنفسي اروح اجرب هناك يعني ان شاء الله. طب وانت احمد نفسك تروح انهي بطوله في جراند سلام؟ انا نفسي اروح ويمبلدون. يا عيني. بس ان شاء الله يعني السنه دي الخطه اللي محطوطه ان احنا ان شاء الله يعني ان انا الحق العب رولان جاروس الجونيورز. برافو. وبعدها على طول ويمبلدون ويو اس اوبن ان شاء الله. طبعا بتتلعب هي ليها الجونيورز بتتلعب. بتتلعب السينيورز. لا بتتلعب السينيورز والشباب كمان كله بيتلعب. فانت خطتك ان انت تروح ان شاء الله. ان شاء الله يعني احنا عامه احنا الترتيب بتاعنا الدولي في الجونيورز اللي هو تحت 18 يعني متقدم جدا يعني. انا مثلا رانكي في الثلاثميات على العالم. برافو. ومصطفى اظن في 500. برافو. ده رقم في التنس حلو قوي. بس خلي بالك برضو انا عايز اقول لك ان الحلو فيكم ان انتوا عندكم طموح يعني. انت بتتكلم دلوقتي على الرانك العالمي ومتابع وعارف يعني. انا بجد اتمنى اشوف حد منكم او انتوا الاثنين يا رب اشوفكم رانك جامد يعني. احنا شايف ان احنا في التنس نقدر يبقى عندنا زي محمد صلاح في الكوره. والله نقدر ان شاء الله. اللعبه محتاجه بس ان حد يبقى طموح زيكم. طيب انت يعني راسم لنفسك كل شهر بطوله ولا راسم لنفسك ممكن في شهر تلعب يعني؟ مثلا مصطفى قال ان انا ممكن العب اربع بطولات جايين ورا بعض. انت راسم لنفسك السكادول بتاعك الاجنده حاطط بطوله كل شهر ولا ممكن اكتر؟ انا السكادول بتاعي السنه دي محطوط كل نص سنه يعني. انا بحط دايما الخطه كل ست شهور. كل نص سنه كل ست شهور. يعني مثلا في اول ست شهور دول الهدف بتاعنا ان احنا نوصل ان احنا نخش ونلعب رولان جاروس. طب البطولات دي اللي بتسافرها على حسابك ولا حساب الاتحاد؟ لا على حسابي طبعا. لعبه مكلفه جدا جدا جدا. بس طبعا الاتحاد بيساعد يعني بورق او يعني بيساعد طبعا باللي يقدر عليه. طبعا الريجستريشن لازم يبقى من خلال الاتحاد، ودي حاجه ممكن من نفسك بس بورقه من الاتحاد او بيسالوا الاتحاد كده. بصراحه يعني الاتحاد برضو بيحاول على قد ما يقدر ان هو يطور من اللعبه في مصر، ان احنا عندنا يعني ناس كتير ممكن توصل في حته كويسه يعني. طبعا انا بقول لك الاتحاد بيعاني طبعا الله يكون في عونهم بصراحه، الموارد وقله الموارد، فطبعا الموضوع بيبقى برضو مش سهل. وانت مصطفى برضو حاطط نفسك خطه كل ست شهور ولا؟ ان شاء الله يعني هحط ان شاء الله السنه دي عايز اعمل كالندر لنفسي مع المدربين بتوعي ان انا اقدر يعني اكسر حاجز ال 100 الاوائل على العالم. ان انت لو كسرت الحاجز ده انت تقدر تخش اي بطوله من جراند سلامز دول الاربعه. انت عايز نقط تجمع نقط. يعني بالظبط يعني. وبرضه في نفس الوقت انت تلعب جراند سلام وتلعبها من صغرك دي مش يعني حاجه جميله جدا، حاجه كبيره قوي يعني. طبعا طبعا حلم لكل واحد. بالظبط يعني. حد في مصر سابقكم في الرانك؟ في واحد اسمه هادي كوردي. منين؟ من هو دلوقتي يعني ما بيلعبش في نادي معين. بس هو سابقكم بكتير في الرانك يعني ولا؟ لا مش بكتير يعني. مثلا الفرق ما بينه وما بيني حوالي 20 نقطه تقريبا. 25 يعني نقطه كتير. يعني بالتالي ممكن انتوا يعني بس انتوا كلكم مع بعض كمصريين كم واحد مثلا رانكت في مصر في سنكم دولي؟ في كتير بس احنا يعني احنا اول مثلا اللي هو هادي وانا ومصطفى احنا اول ثلاثه. واحنا كوم يعني سوليد في المنتخب ان احنا يعني انتوا عواميد المنتخب. اكيد. وطبعا احنا يعني احنا في افريقيا احنا الاوائل دايما يعني. احنا اول ثلاثه على افريقيا تقريبا. ما شاء الله ما شاء الله. احنا كمان احنا البطوله دي تحت 16 في افريقيا خدنا كمان اول فرق يعني. اول درع خدنا الدرع بتاع الفرق تحت 16. وكمان اظن ورد تحت 18 خدنا ثالث.
في 18 خدنا في الفرقه خدنا كمنتخب. برافو برافو كمنتخب. خدنا اول بس طبعا الكاس. انتوا الثلاثه كنتوا مع بعض صح ولا مين؟ نعم انتوا الثلاثه. احنا كنتوا كام؟ كنا احنا الثلاثه والبنات كمان. البنات طبعا كل النتائج بتبقى مع بعض وفي الاخر الدرع كله بيبقى على النتائج طبعا كلها. كان في صوره واحنا معانا في الصور واحنا هناك كان فيها الكاس بس ده طبعا بيروح للاتحاد صحيح. فدي حاجه بالنسبه لنا كبيره جدا يعني ان احنا حاجه كبيره ليكم وحاجه كبيره لينا كمان. احنا سعداء بيكم جدا وسعداء يعني بالانجاز اللي انتم عملتوه. الوقت الصراحه مر بسرعه معاكم يا مصطفى. بشكرك شكرا جزيلا نورتينا وشرفتينا. اتمنى لك كل التوفيق حبيبي ابو حميد وربنا يكرمك ان شاء الله خليك. وكل التوفيق ليك وده ان شاء الله اللقاء الاول مع مصطفى واللقاء الثاني ليك وان شاء الله مش اخر لقاء باذن الله. ان شاء الله نورتيني وشرفتيني. ربنا يخليك. اعزائي المشاهدين دي كانت نماذجنا طبعا وابطالنا ونجوم المستقبل في التنس الارضي. خليكم فاكرينهم في يوم من الايام ان شاء الله هنتكلم وهنفتكر اللحظات دي واحلامهم شفناها مع بعض. بشكركم شكرا جزيلا لحسن المتابعه. انتظرونا بكره باذن الله في استوديو الابطال. اعرفوا مواعيد الماتش ومواعيد الاستوديو التحليل من خلال شاشتنا على قناه النادي الاهلي. بشكركم شكرا جزيلا.